سيز ويوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قيل لي قالوا لي الناس باللي أنت أول من فتح محل تجاري هنا في سانسون، يعني تقريبا. هل هذه المعلومة صح؟ معلومة صح. إيه؟ 1987. 1900 سما عندك قداه؟ 30 سنة؟ حوالي 30 سنة. الله يبارك. سما مريت بأحداث كثيرة اللي مرت بها في من وقت الرئيس الشادي وروح. أزمة الزيت وأزمة الخيم. إيه؟ وش تحكي لنا المرحلة هذه اللي مرت 30 سنة من العمل كتاجر؟ يعني مراحل، يعني مرت كثيرة. من مرحلة أزمة اقتصادية، ومن بعد الانفتاح على لا ها نحوسك تهضر لي على سانسون في حد ذاتها، ما نحوسوش على الوطن كامل. أنت يعني الظروف العمل اللي كنت تقوم بها هنايا كيف تقدر تأرخ به السانسون؟ وقتاش مثلا بدا الجامعة؟ وقتاش حوايج كيما هكذا؟ ها؟ أنا الجامعة الشيء اللي شفيت عليه هناك. أنت كنت من المحل تاعك كيفاش تقدر تأرخ السانسون؟ الجامعة وجهة نظر تاعك تاع. الجامعة أنا شفيت على حاجة واحدة برك. أنا كنت نسكن لهنا في سنة 88-89. كنت في دار عمي أبواب زغبان لهنا، كان عطيها أنا نحضروا البكالوريا العامي، كنت قري فيها أستاذ. ما لذاك الوقت كانت هذه الساحة كانت فارغة لهنا، وكان المصلى اللي هي في القرنية تاع الجامعة كيما الرومبوا اللي كانت شيما كبيرة هذيك. كانوا ثم يديروا مصلى يصلوا فيه. بانين صغير. تقريبا نقول لك الحجر الاساس تاع الجامع هذا يكون سنه 90-91، حطوا حجر الاساس قبل الانتخابات تاع سمرك تحكي قبل ال 91-26 ديسمبر، عمل يكون قبل ال 91 اسست الجامع هذا. وانت كيف ساهمت في المسجد؟ كانوا داينا، كنت عضو في الجمعيه. لا كانوا داينا تقريبا 20 نف على كل منزل محل. كل محلات كان قبل 20 نف كانت عندها قيمه ذاك الوقت. كان كل محل عليه 20 نف شهريا. كانت قبل السيما وقبل 30 دينار. 30 دينار ذاك الوقت. شنو 30 دينار في الثلاثة؟ الله يبارك. هين بعد هذا بالنسبة للجامع. مرحبا بدات تطور، وكل مرة هذا رايح هذا جاي بالسافو. وبالنسبة للجامع؟ جامع. وكيفاش بدات الجامعة بالنسبة ليك انت؟ والناس يجوا يصرفوا من عندك طلاب تقريبا من بداية وقتاش قول لي الرخلي. والله ما نشفاش. السي عبد الملك الجامعة وقت بدات؟ الجامعة تاريخ التأسيس نتاعها 1985. طب مرتاح وقتها؟ لا بدات في 85، كانت عبارة عن معهد الميكانيك تحل في درع الحاجة. ذاك الوقت. رانا نهضروا عليها اللي مقابلتنا هنا برك. مقابلتنا لهنا تقريبا حكملها من 85 كي تحلت مني تقريبا، هنا حكملها من اول انا في 89-88 كي جيت لقيت الطلبه يقراوا فيها. بمعنى انها تكون تحلت في 86-87. اذا انت كانوا يصرفوا من عندك لهنايا يعني. الطلبه كان اللي يدروا لي قبل والطلبه يجوا. ولي يدروا لي صحي تسمع. يدروا لي المدير تاعها اللي كان اسماعيل ميمون الوزير السابق تاع الصيد الموارد الصيدية. هذا كان مدير محل. سمعنا لحد الان ثلاث مؤسسات. المسجد، الجامعة، والمعهد التكنولوجي. ولي يدروا ليك وزيد المعهد التكنولوجي. اذا كنت تتعامل معهم ثاني وين هم اللي تدفع عنهم من الاساتذه اللي كانوا يصرفوا عندك؟ سعيد عبد الحفيظ وجمال. جمال خوه كاين جمال. وزيد وهل عندك ناس شعراء ولا كنت بيجوا يصرفوا من عندك؟ عبد الله جدي وحده هو. ناس فين راه عبد الله جدي؟ ها؟ يجي يصرف من عندك ثانيه؟ هذا يومي. ايه الله يبارك. والمالي تاعك في العرقوب ما تشفى شويه ولا ما تشفاش؟ احكي لنا شويه برك على الناس تاع بكري تاع العرقوب. احكي لنا عليهم شويه. قول لنا شويه برك ما نضحكش. واش تشفى برك على العرقوب؟ تشفى على العرقوب. انا بنيت من عائله تاع بن سقالي تشفى. تشفى على الناس الكبار تاع العرقوب بكري. كيما ولاد بن بلال كيما بن بلال عليه. تشفى عليهم. تشفى عليهم. اي شفت. هنا اسمع الموضوع، اسمع الموضوع تاعنا هو تاع السانسون وتاجر في السانسون. احنا كل خطره نروحوا لتاجر معين في مكان معين. انت جيناك لانك اقدم، يقولوا اقدم، ما عرف انت تثبت تقريبا الاول. يعني كي قلت تقريبا كاين واحد اخر كان قبل هنا، كان عباره عن شغل شونتي. كان العماره هذه وكان عمارتين هكذا،
والعمارة اللي أمامي هذا كان ما كانش سما كان مازال شغالة الحية كان شوندي كان شوندي وانت تحت تحت ايه خدمت على روحك ان شاء الله يا اخي مال المصروف اليوم ندوه بطل ان شاء الله او نزيدك معلومه فيما يخص سانسون فيما يخص حي سانسون روح في تاسست الجمعيه تنوعد اللي كان اول رئيس الشيخ الاستاذ بن يحيى عباس شفناه في 89 اه وكان يفوضوا على السكنات مع الوالي اللي هبرك والي وليد جزء العاصمه هذا زوخ حضر زوخ كان هو والي وليد مسيره لهنا تقريبا هذا من اللي باتيمون هذو اللي بلوك العمارات كانوا كل فارغين راك فاهمني يخيو كلهم بعدو شي بيضا بزاف المعلمين اللي داو هنا في الجهه هذه تقريبا القطاع التربيه والتعليم وكره معمري الباتيمون تاع سنصر هاي واش تقول بمناسبه رمضان اولا المشتريات تاعك ثانيا جميع المسلمين الاسعار هاي واش تقول واش تقول تهاني واش تقول عيدك مبارك مبارك رمضان ايه قول قول رمضان مبارك ان شاء الله لمن هل تخص ناس معينين ولا انا ها ولا تقول للجميع جميع الناس اشراك لهنايا نهضروا على سانسون قبل اشراك الكل ما تفكرش العائلات هذو اسماء بعضهم عليهم مكر بدي نسيت الله يبارك كاين حاجه شفت نسيناها في تاريخ تاع حي سانسون هذا حي سانسون كان تذكر برك كاين واحد الحي بكري حي فوضوي يسموه حي النيلو النيلو هم هنا راك فاهمني هذا الحي كي تبنى سموه حي 500 مسكن الجامع كان اصلا كان خاص بجامعه محمد بوضيف تاع المسيله راك فاهمني ولا سموه حي 500 مسكن الجامعي حتى ملي يحكيو على بونكرافي كان انا محافظ تاع حزب كي جاو يدشنا في الحي هذا واش قال لهم؟ قال لهم لاول مره في تاريخ الجامعه الجزائريه وين يطلع الحي قبل ما تطلع الجامعه وبعد كي جات السياسه تاع القضاء على البيوت الهشه نحاو حي النيلو ذاك تاع اللي كان من هنا جابوهم لهنا جابوهم لهنا النسوة تاع النيلو ذوك وين عادوا يخدموا؟ ولو يخدموا عاملات نظافة في الجامعة الجامعة هذا هو جزء من التاريخ تاع إذا سيدي قول لي عاود لي اسمك يوسف سيدي يوسف احنا نقول لك رمضان مبارك وكل عام وانت كما نقولوا بخير وحي وان شاء الله في العيد نجيو ناكلوا عندك القاطو قبلها سلام هيا السلام عليكم سلام